ورجعنا لكم تاني، وخلينا بقى نستقبل ضيف حلقتنا النهارده الفنان التشكيلي الجميل ميشيل سعد. اهلا بيك، اهلا بحضرتك، نورتنا النهارده. ربنا يخليك نور. في البدايه كده عايزاك تقول لي مين ميشيل، يعني تكلمني عن رحله حياتك. انا فاجئتك يعني من اول نشأتك لغايه الدراسه، وبرده يعني جزء برده من بدايه الرسم. تمام. بصي، هو انا ابتديت من الصفر عامه. يعني انا يعني في الدراسه ما كنتش شاطر، يعني كنت بسيب الدراسه وارسم حتى في وقت الامتحانات ده من امتى؟ في سنة كام؟ ده، وانا في سنه سته. ياه، كنت في ابتدائي. بس فتطورت بقى، بس لعبت كوره وكده، ايام بقى الصغر وكده، لغايه لما الحمد لله يعني لقيت نفسي في الرسم، كملت وكده، ودخلت بقى دبلوم عادي جدا، فما كانش فيه دراسه تقيله، فكان بيبقى في وقت كتير جدا انا ممكن ارسم فيه بس. واشتغلت في الرسم بقى من صغري برضو، بس فتطورت بجميع خامات بقى اشتغلت بيها بكل الاساليب. خدت ورش او ولا اتعلمت عن مع لا لا لا، كله تعليم ذاتي، انا عمري ما حد علمني. بس عن يعني طريق بقى الانترنت ولا؟ في البداية كان على اليوتيوب، بعد كده بقى بدأت ان انا اخترع حاجات واجرب اسلوب جديد، اجرب بايدي، ارسم بايدي حاجات تانية، لغاية لما يعني وصلت لخامات تانية كتير انا ما كنتش اعرف عنها حاجة يعني. بس فالحمد لله. بس وحاليا فتحت مرسم في لوحات وكده وبورتريهات، وبعلم فيه ناس رسم على قد ما اقدر، بديهم الخبرة اللي انا تعبت فيها ولقيتها يعني. بس فالحمد لله وصلت لحاجة. انت شاركت في المعارض، او ايه رايك في المعارض اللي بتحصل دلوقتي؟ لان في كتير بيعملوا ايفنتات، يخلي كل بيجمعوا الدول العربيه بتشترك في هذا المجمع العربي ده بكل لوحات، يعني فاهم؟ هي جميلة طبعا، دي حاجة تحفة ان انتي تشاركي اصلا افكار مع ناس وتشاركي وجميل موهبتك. اكتر الدول العربيه بيجوا مصر مخصوص عشان يشاركوا في المعارض دي. اكيد اكيد، دي حاجة جميلة جدا، بس بتحتاج مجهود عشان تطلعي لوحة، بس بتاخديش هتبقى لوحة لوحة واحدة كوبي ولازم تكون مميزة. اكيد، ومتبقاش كوبي كمان، متبقاش واخدة من صورة تانية حد رسمها، لا يفضل ان انت تبقى مطلع حاجة جواك ليها معنى، ليها رسالة معينة، تبقى تحفة طبعا. شاركت في الزمالك في ساقية الصاوي قبل كده، بس ما شاركتش في حاجة تانية. هي انا هشوف دلوقتي اللوحات، بس انا تمام. عايزة اعرف اللوحة بتقعد معاك كام يوم او وقت قد ايه؟ على حسب، بس مفيش رسمة تقل عن مثلا 10 ساعات أو 5 ساعات، طب انت متقلش شاطر أبدا. في ده. انا اعرف في ناس بيقعدوا ساعات في اللوحة شهر اسبوعين طبعا على حسب قدرة اللوحة كل واحد. حاجة والبورتريهات حاجة، اللوحة بتاخد وقت طويل جدا، وعلى حسب الخامة برضو. طب ممكن اشوف الشغل اللي معاك؟ أكيد طبعا. هو ده الممثل اللي هو كان عامل فيلم أجنبي اسمه ايرون مان، بس ده هو ده، هي دي في ألوان باستل، تمام. ديت نوع كده من الحاجة دي. في حاجة تانية بالفحم أبيض وأسود، يعني ده ممثل اسمه مورجان فريمان، دي برضو كانت حاجة. دي البورتريهات، تختلف بقى الأساليب بقى بأنواع تانية تختلف، بس يعني هو لسه، يعني اكيد مش هوصل لمستوى واكتفي بيه، يعني كل ما توصل لحاجة تكوني عايزة تعلى لحاجة تانية اكتر. هو مين اكتر حد في مصر عجبك بيرسم كويس بجد، حاسس ان هو فنان بجد في الجيل لا الحالي او في الجيل القديم زي ما تحبين؟ هو انا مش متابع فنانين كتير للاسف، لان انا ما يعني مش منتشر قوي على السوشيال ميديا يعني. هو اصلا المجال، السؤال بقى اللي جاي اللي هو مش واخد حقه، سوق الفن التشكيلي في الايام دي برضو مش واخد حقه زي بقية المجالات. اكيد، بس عشان الظروف اللي احنا فيها، المرض اللي احنا فيه، كورونا او الوباء وغيره وغيره وغيره، ده غير ان الناس ظروفها صعبة والرسم، فبتحاول تخرج بس من العالم اللي هي فيه للرسم فقط لا غير، انما مفيش حد بياخد حقه في حاجة، قليل اوي اوي يعني. هو في الفترة الأخيرة كان على صفحات السوشيال ميديا تطور الموضوع بقى، بدل الرسم وكده بيسموه تقريبا لوحة ديجيتال، أو مش خبيرة قوي في بس هو بتتعامل تقريبا عن طريق الكمبيوتر، الكمبيوتر وتبقى أسهل وبيخلصوها بقى. هما أنت بيتعبوا إيه رأيك في فيها، الموضوع ده؟ انا ما جربتهاش عمري. هي سهلة وصعبة، مفيش حاجة في الدنيا حاجة واحدة، هما حاجتين في حاجة واحدة، سهلة وصعب. سهل لما تتقنيها وتبقي فاهمة فيها كويس، تبقى سهلة جدا،
بس طبعا على الكمبيوتر انك تحكم في الماوس اصلا دي حاجه مش سهله، او حتى لو هو كان تاتش وبتستخدمي القلم برضو مش سهل، هو نفس الفكره، كمان ده اوبشن كمان، وبرنامج وحكايات، وبتجيبي تشتري فرش وبتشتري حاجات برضو على النت بتشتريها، فهو تحفه طبعا، بس هو ما يقارنش بالرسم ده، ده حاجه وده حاجه، ده هاند ميد، ده يدوي، ده انت بتجيبيه من الصفر من حاجه لا شيء، يعني ممكن نرسم على اي ورقه في مشي اي ورقه نلاقيها، انما هو لازم يرسم على التاب مثلا او الاجهزه بتاعته، ف ده ما الجمهور ما يقارنش يعرفش بده كده، فكر انها مرسوم حقيقي. اكيد اكيد طبعا. في ناس كتيره ايوه كانت تقول ليه ده غالي وده رخيص كده، ومع ان ده بيبقى الوانه جامده ومطبوع وحاجه جامده جدا، بس تختلف. انت عارف اللي انا دلوقتي لما بحب اهدي حد بهديه، بخلي حد يرسم له لوحه، بحس انها افضل هديه، بتبقى اكيد ذكرى جميله جدا. وكمان انا اصحابي كمان بقى عاملين لي كام لوحه رسم حطاها في البيت، يعني طبعا بتبقى ذكرى جميله جدا جدا جدا، طبعا، فكره حد جميله. يشتري ملامحك اصلا وتشوفي ملامحك مرسومه دي حاجه تحفه. انا كرسام بحب ان انا اترسم، دي حاجه جميله جدا. لا الرسم تحفه، حاجه مريحه اصلا للاعصاب يعني. مش كل الناس بتقدر تميز وتقدر الفن التشكيلي. اكيد ما كل حاجه كده، كل حاجه في الدنيا كده، في ناس تفتكر المصورين الفوتوغرافين ان هم ممكن يعني اي حد يصور، لا هو بيحب يعرف ياخد ازاي ياخد الكادر بتاعه، ازاي يجيب الإضاءة مظبوطة، ازاي يدي الانعكاس الضوء، ازاي يوقفك وقفة كويسة في التصوير، فكل واحد بيتعب عشان يوصل لحاجة معينة، انما مفيش حد بيجي الحاجة كده وتطلع معاه كده مرة واحدة، اكيد تعب فيها عشان يوصل لها. لو جيت سألتك بقى، حبينا مثلا عايز ايه، تقدم مقترحات في المجال بتاعك، ايه اللي نفسك يبقى موجود، وايه نفسك بتحلم بيه في الفترة الجاية؟ نفسي يبقى في حاجة في مصر كده ان هي تبقى تخترع، يعني مش تخترق المجال، اللي هو تبقى فن، اللي هو الناس نفسها جدا تعمل حاجة تخرجها من المود اللي هي فيه، الظروف اللي احنا فيها او المواقف اللي احنا فيها. الرسم ده حاجة حلوة جدا، الموسيقى حاجة جميلة جدا، حاجات خفيفة جدا تطلع كل الطاقة السلبية من الانسان، بس طبعا مفيش الكلام ده لان احنا ظروفنا مصر كلها داخلة في حاجات غريبة، ف دي الحاجة المهمة جدا تحصل. احنا بنتمنى السنه الجايه بقى، كل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل مشاهدين طيبين، السنه الجايه تكون بقى خير علينا، لا كفايه قوي اللي أكيد، حصل في 2020. لا لا الحمد لله، ربنا يستر بس. ان شاء الله ان إن شاء شاء الله. الله. تحب تقول حاجه في ختام حلقتنا؟ لا أنا بشكركم جدا، وأتمنى بس ده أكون خطوة سعيدة ليكم، وما أكونش أنا وشي وحش. لا لا لا، وخطوة عليك انت كمان، اشوفك اكبر رسام في مصر، وعندك اكبر ربنا معارض، يخليكم، وفي كل المهرجانات المصرية والعربية. ربنا انا يخليكم، بشكرك جدا يا ميشيل، شكرا. نورتيني. كان معانا الفنان التشكيلي الجميل ميشيل سعد، من الشباب الموهوبة اللي عندها حلم وبتحققه وبتطور ذاتها وبتنمي موهبتها. بشكركم جدا، كنت معاكم دينا سعيد من حضرة وطن، اشوفكم الاسبوع القادم على خير.